يوم 1 مايو من كل سنة بيتسمى يوم العمال، وأغلب الحكومات في العالم بتديه أجازة. إيه هي الخلفية التاريخية ليوم العمال وليه يوم 1 مايو بالذات؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. معاكم أحمد عوض وحلقة جديدة بنسمع مني. يوم 1 مايو سنة 1886 العمال في شيكاغو عملوا إضراب. الإضراب ده سمع واتبعهم العمال في تورنتو. شارك في الإضراب ده حوالي 400 ألف عامل. كل مطلبهم إن هم يحددوا ساعات العمل لـ8 ساعات بس. وكان شعارهم 8 ساعات عمل، 8 ساعات نوم، 8 ساعات استراحة. تقريباً كانوا شغالين في مصانع العشر من رمضان. المهم إن الطلعة دي ما عجبتش السلطات وأصحاب الشغل. خصوصاً الإضراب ده نجح وشال الحركة الاقتصادية في شيكاغو. الشرطة ضربت نار على المحتجين وقتلت منهم كام واحد. في المقابل كان في تجمع للشرطة اترمت عليهم قنبلة يدوية قتلت منهم 11 واحد. وبسبب الحركة دي قامت الشرطة باعتقال عدد كبير من قادة الإضراب، اعدمت منهم 4 وسجنت الباقي. وفي سنة 1894 قام عدد من العمال بتنظيم إضراب تاني، لكن المرة دي اللي اتصدى ليهم الجيش الأمريكي وقتل عدد كبير منهم. وهنا حاول الرئيس الأمريكي كليفلاند إنه يتصالح مع حزب العمل، وعلى أثر المصالحة دي اتشرع يوم 1 مايو من كل سنة أجازة رسمية في أمريكا. كليفلاند كان قلقان، يوم العمال كان قريب من يوم ذكرى هاي ماركت اللي كانت في سنة 1886 واللي اتقتل فيها اكتر من 12 شخص، وكان عدد الاضرابات وصل ل 5000 اضراب وشارك فيها حوالي 400000 شخص. قضية هاي ماركت موقفتش على امريكا بس، بل سمعت في العالم كله. في المؤتمر الاول للأممية الاشتراكية سنة 1889 اعادوا احياء ذكرى هاي ماركت، وفي 1890 انتشرت دعوة للمظاهرات عشان تفكر العالم باللي حصل في هاي ماركت في امريكا. وبعد سنة وفي المؤتمر الثاني للأممية الاشتراكية اعترفوا بيوم 1 مايو هو اليوم السنوي للعمال في العالم كله. وفي 1904 دعا مؤتمر الاشتراكية الدولية في امستردام ان كل العمال في اليوم ده ياخدوا اجازة، وان لازم كل الجمعيات والنقابات العمالية توقف ورا المطلب ده، وفضل وراء لحد ما نفذوه فعلا في اغلب الدول اللي كانت مشتركة في المؤتمر. وفي سنة 1955 باركت الكنيسة الكاثوليكية اليوم ده كيوم سنوي للعمال، واعتبرت القديس يوسف النجار هو شفيع العمال والحرفيين. واللي ما يعرفش القديس يوسف النجار فهو اللي صاحب امنا مريم وسيدنا عيسى في رحلتهم المقدسة في مصر. لكن امريكا خلفت الدعوة دي ومشيت على نظامها القديم. امريكا كانت ماشية بنظام ان اول يوم 2 من كل شهر سبتمبر هو عيد العمال. الاشتراكيين والشيوعيين اللي كانوا في امريكا ما سكتوش على الحوار ده، كانوا في 1 مايو من كل سنة بينزلوا في مظاهرات ويحيوا ذكرى هاي ماركت من جديد. وفي سنة 1958 اعتبر الكونجرس الامريكي ان يوم 1 مايو هو يوم الوفاء لذكرى هاي ماركت، خصوصا ان دول كتير عظمته وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي. واعلن الرئيس ايزنهاور ان الاول من مايو هو اجازة رسمية بمناسبة عيد العمال. وفضل اليوم ده مناسبة لاي مظاهرات او مسيرات عن اي قضايا سياسية او اجتماعية، زي مسيرة لدعم العمال اللي مش معاهم وثائق في الولايات المتحدة، او الاحتجاج والرفض على الحرب في العراق، او الاحتجاج على الحالة الاقتصادية في امريكا زي اللي حصل في مايو 2012 لما احتل المتظاهرين ساحة وول ستريت. ولحد هنا انتهت حلقتنا، اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.